المكان هنا عجيب، أول ما تدخل تحس نفسك كأنك في معمل كيميائي أو مختبر، أبداً ما كأنك في محل عصيرات. حتى لبس الموظفين يعطيك هذا الشعور كأنك في مختبر. عندكم المشروبات تبدأ أسعارها ب8.50 ريال، بعد خصم 30%. ويا مساء الخير، جوستري مكان متخصص بتقديم العصيرات بطريقة جديدة ومختلفة. حنعرفكم على هذا المكان، وكمان حنقدم لكم خصم 30%. العنوان حي المروة، وتحديدا على شارع عامر بن أبي ربيعة بجانب تايني هاوس. وهذا المكان من الداخل، وزي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله مرتب وأنيق وجميل. وعندكم هنا منطقة الطلب. أشكال المشروبات هنا تحمس وتفتح النفس، خلونا نعرفكم عليها. عندنا هنا بداية بانابيري، عبارة عن توت مع الموز، وهذا عصير الموهيتو بالليمون، وعندكم هنا موهيتو بالفراولة، وهذا الميلك شيك بالأوريو. ونصحوني هنا أجرب عصير جوستري على اسم المحل. يجي هنا طبقات من الفواكه ومن المشروبات اللي بيقدموها كمان. عندنا هنا شمام باشن فروت بالإضافة لعصير الرمان. تستمتعوا بمشروباتكم في هذا المعمل الكيميائي، ولكم كمان خصم 30%. اللي يميزهم هنا في جوستري انه كل العصيرات تتحضر هنا على الطلب فريش، بمجرد ما يوصل الزبون ما عندهم حاجة جاهزة ويعطوك هي. وعشان لا تنتظروا كثير بإمكانكم انكم تتصلوا عليهم ويجهزوا لكم الطلبات قبل ما توصلوا. المكان هنا مخصص للطلبات الخارجية، لكن عندهم هنا مجموعة من الجلسات تقدروا تستمتعوا بكل طلباتكم فيها. صراحة سكان حي الصفا وحي المروة محظوظين بهذا المكان الجميل، يا بختكم. للأمانة شغله ممتاز، وأنصحكم أنكم تجربوا هذا المكان وأنكم تستفيدوا من خصم 30%.